كثير من الأهل انبسطوا بالفترة الماضية من حوالي شهر لليوم أنه في مدارس فتحت أبوابها والتلاميذ رجعوا على مقاعد الدراسة، طبعا بتباعد اجتماعي، قسم بيبقى بالبيت القسم الثاني بيروح المدرسة، وكل يوم بيكون لفريق معين. البعض مصر يعمل فحوصات آخر السنة بشكل حضوري، والبعض الآخر ممكن يستعيد عنا بالأونلاين. كل هالخربطات يلي عم بعشوها التلاميذ رح نحكي فيها مع دكتور ندى معوض، خبيرة بالشؤون التربوية وأستاذة جامعية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، كيفك اليوم؟ الحمد لله وحضرتك. كثر خير الله. يعني دكتور معوض، ما بعرف إذا فينا نقيم، إذا بدي أحكي، هل 2021 من بدايتها لليوم، يعني راحوا الطلاب بآخر 2020 حوالي شهر أو شهر ونص، صار في الكريزة تبع كورونا، قعدوا بالبيت لليوم، اليوم عم يرجعوا يروحوا والفحوصات حضورية. أول شيء، هل قعدة بالبيت بال 2021 شو تداعياتها؟ نحن وقت اللي عم نحكي عن السنة يلي هلأ نحن فيها، هيدي السنة منا طبيعية، منا سنة دراسية طبيعية. نعم. وقت اللي منكون نحن بسنة منا طبيعية، التقييم ما رح بيكون طبيعي. يمكن نحن قدرين نشوف نحن كيف قدرنا طعنا بهالأزمة، نقيم كيف تصرفنا كقطاع تربوي لنجابه الأزمة. إنما نحن ما فينا نعتبر إنه هيدي السنة كانت سنة تعليم طبيعية، وإنه نحن قادرين نروح على امتحانات طبيعية. هيدي فيها ظلم للتلاميذ وبتتنافى مع مبادئ التعليم والتربية، كل هيدول المبادئ يلي نحن بنعتبرهم أساسية لنقدر نطلع، إذا بدنا نقول نكون عم نعطي تعليم مناسب للتلاميذ وللولاد. نحن السنة كنا عم نربح وقت، كنا صحيح. عم نجرب ما نخسر السنة. صحيح 100%، يعني عم نعطي الضروري، يعني عم ننقذ السنة الدراسية، ولكن ما فينا نقول أبدا أنه اللي نعطى بهيدي السنة هو على المستوى المطلوب بكل المدارس، لأنه الأونلاين نحن بنعرف مشاكله ومشاكل الإنترنت ومشاكل الطلاب، عدا عن أنه في أصلا ضغط على الأساتذة اللي بوجه لهم تحية بقول لهم يعطيهم ألف عافية، يعني عم بيديروا 30 طالب 30 تلميذ، عم نحكي عن صفوف صغيرة، عم نحكي عن أولاد ما تركز، يعني مثل ما حضرتك عم تقولي نحن بس هيك حفاظا على ماء الوجه السنه اعطينا هيدي الدروس. مش حفاظا على ماء الوجه، فينا نقول كمان الاولاد اكتسبوا غير مهارات، يعني مهاره انه يشتغلوا على التيمز، انه الاونلاين، هو كلها مهارات القرن الواحد والعشرين. دكتور ندى رح خبرك نحن اي مهاره اكتسبنا، الاونلاين ماشي عم نلعب فوتبول بتاني اوضه، هيدي مهاره كمان، هيدي مهاره ما فينا الا ما نحكي فيها، او عم نحضر يوتيوب مع، يعني في قصص كمان اوقات بعدين الولد بتصير تقولي طب قد ايه بدي عيط عليه وقد ايه بدي قاصصه، ما هم قاصص اصلا بهالقعده بالبيت. حتى بالصف بيعملوا هيك، هيدا ولد. صحيح. يعني انا بدي افهمه، انا بدي افهم، انا عندي اولاد، يعني انا الاولاد يلي عندي اياهم بدي اعطيهم حقهم، هيدا عمره. صحيح. صحيح. يعني كلنا هيك لازم نفهمهم، ما فينا نقعدهم جامدين ما تنهزوا. هلا مع كل هالمساوئ انا عم بقول انه في قصص اكتسبناها كمهارات كيف نتعامل مع الازمه، ان كان كاساتذه حسنوا طريقه التعليم تبعهم، مشوا على الاونلاين، يمكن بكره بس نرجع السنه الجاي يضل في اونلاين كمان، رح نضلنا نستعمل هالتطبيقات يمكن نبعث فروض ويردوا لنا الفروض ويجاوبونا والاسئله كلها، هو ما فينا ننكرهم، بس نحن هلا بوضع عم نسأل حالنا هل نحن قادرين نكون عم نعمل امتحانات؟ هل نحن قادرين نكون عم نعمل تقييم للولاد؟ هيدا هون السؤال. طيب دكتور ندى، اليوم كانوا التلاميذ على تيمز بكل السنة عم بيعملوا فحوصاتهم، خليني أقول مش الإكزاما يمكن القاسي أو مثل ما كانوا يعملوا، ولكن كانوا عم يعملوا تستات صغيرة، كويزات صغيرة كانوا عم بيجاوبوا عليها، ولكن ضمن المطرح يلي بيشبههم كان كل السنة. يعني اليوم عم تجي تقولي لهم آخر السنة نسوا البيت، نسوا تيمز، نسوا هاللابتوب تاعه، عملوا الفحص، أنتوا قاعدين بوجه، يعني هيدي نفسيا قد ايه الولد قادر يتقبلها؟ انا قبل ما احكي عن نفسيا، هلا كثير صعبه بالنسبه لهم انه صار لهم كل السنه بالبيت، ما بيخرجون على المدرسه الا لامتحان، هيدي فيها عبء نفسي، فيها
ستريس، فيها ضغط نفسي، فيها تعصيب، يعني نحن عم نحطهم بوضع صعب اكثر من السنه يلي عاشوها كلها. بس انا بدي احكي تربويا ومن منطلق تربوي. التقييم او الامتحان يعني قبل من زمان كان هو مقياس لانا قد ايه درست، يعني اذا انا حافظ معلومات لنقول حافظه معلومات 10 على 10 بيطلع لي 10 على 10، اذا حافظه نصهم باخذ 5، اذا حافظه 3 ارباعهم باخذ 7.5. يعني كنت تقييم، اما اذا بدي اقول الامتحان بقيس انا قد ايه بعرف. نعم. بيحط لانه بعرف هذا الدجري هيدا هون النقطه هيدي بالمبدا القديم يلي كنا نعرفه. المبدا الحالي نحن بنحكي عن تقييم، نحكي عن تقييم مهارات، ما بنحكي عن معلومات. مشان هيك التقييم على تيمز منهم قالوا انه تخد معه الكتاب وشو، بالعكس هيدا التقييم المضبوط، لانه انا ما بدي اقيس المعلومات. المعلومات قادر يلاقيها على الانترنت، قادر يلاقيها وين ما كان، وما حدا منا هلا بحاجه يكون حافظ كتب ليقدر يشتغل، نحن بحاجه نكون بنعرف نفكر. فالامتحانات يلي كانت عم بتصير على التيمز هي بتمتحن اما بتقيس المهارات عند الطالب، وهيدا هي الامتحانات. اما اذا بدي اقول شكل الامتحان المتطور يلي نحن نهدف انه نوصل له بحسب كمان اذا بدي اقول التاكسونومي تبع بلوم يلي حدد فيها انه اول مستوى من المعرفه هو الحفظ اما حفظ المعلومات، واعلى مستوى يلي ممكن يوصل له التلميذ هو الابداع، وبيجي قبله في النقد، بس بالاخر بدي اوصل للابداع وللخلق. يعني بهيدي ضمن هيدا الاطار كثير مهم نعرف انه الامتحانات على التيمز ما كانت عم تعتمد على المعلومات قد ايه الولد حافظ اما مش حافظ، انها عم تعتمد على مهارات، وهيدا شيء ايجابي لانه نحن بالتقييم بمبدا التقييم نحن عم نطلع درجات وعم نتطور. يعني انا بقول انه دكتور ندى، انا بقول ان شاء الله انه صوتنا يوصل ونقول كل المدارس يلي عم تتعاطى اليوم مع التلاميذ بطريقه جديده وبطريقه بخلال ازمه، كان اقتصاديه كان صحيه كان بيئيه، يعني نحن عايشين ببلد الازمات، انه يقدروا يخففوا شوي وانه ينعمل هيدا الفحص عبر تيمز، او انه ما يكون في فحوصات اصلا، يعتمدوا بس هيك شويه مسابقات على الخفيف لهيدا الطلاب حتى ما يعيشون ستريس اكثر ما هن عايشين. نحن فينا نكفي الموضوع الاسبوع القادم لانه خلص وقتنا لليوم، ونحن انا وياكي رح نضل عم نتلاقى كل نهار جمعة. شكرا كثير لك وشكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا. ميرسي دكتور ندى معوض.